طموحي ان شاء الله اني اكون اول متسابق عماني وعربي اوصل للفورمولا 1. أنا من يوم صغير داخل إني أحب السيارات. أحب السرعة واجد، ويعني أحب كيف التحديات اللي يصادفني. طبعاً سيارة الفورمولا 4 كبيرة، سيارة 6 غيار وكلتش وسرعتها 250 كم في الساعة. رياضة المحركات بشكل عام رياضة مكلفة كثيرة، طبعاً مبالغ باهظة. التدريب طبعاً ما يكون في عمان لأنه ما في حلبة، الحلبات تكون في أوروبا كامل. يلا عاد إن شاء الله نترقى نتائج، أتمنى التوفيق إن شاء الله. بس لأن هذه حرفة بالأجداد، طبعاً هذه حتى تساعدني أكون أقوى في بدنية لأن أحرك أكثر. والله اللي يدعمني معنوياً أهل ووالد وحتى أصدقائي في المدرسة، يحفزوني اللي أوصل القمة، وحتى يتمنون دائماً يعني يشوفوا سباق مالي، يحضروا سباق مالي. لو ما في تنظيم ما بين الدراسة والسيارات ما كنت بدخل السيارات، لأن الدراسة أهم شيء لازم أوقف عليها. والله أنا كنت أتمنى أن شهاب كان بالنسبة لي أن يكون طيار، ولكن شهاب صمم أنه يكون متسابق فورمولا 1، وأنا راح أمشي معاه في مشواره وإن شاء الله يحقق حلمه. والله نتمنى أن يكون في عنده طاقم خاص في مجال سباقات السيارات.